لكن انا بصراحه استمتعت جدا بالمجموعه، ويعني كتبت عنها بعض الملاحظات او التعليقات. اولا اعجبني جدا عنده فكره التقسيم، اهتزازات صغيره وجروح غائره، ودي ده ملمح من الملامح اللي عجبتني جدا في كتابته، ان هو حاطط عناوين داله جدا، يمكن عكس عنوان المجموعه اللي هو اللحاق باخر عربه في القطار. اللحاق باخر عربه في القطار بالنسبه لي انا كان يمثل حلم يعني يسعى اليه، ثم عندما تصل انت المفروض تطمئن، يعني انت المفروض انك تطمئن انك لحقت، يعني في لحق تحقق. لكن في الحقيقه ان احنا لو بنكمل القصه بنصطدم برضه بان في واقع مرير، وان دي ماساه، اللحاق باخر عربه ده ما كانش هو الغايه يعني في حد ذاته. ده العنوان اللي بيوحي بان في مش لم يحسم القضيه يعني. لكن غير المجموعه التقسيمه المجموعتين اهتزازات صغيره وجروح غائره، فيها دلالتين زي ما هو اشار في كلامه، ان هي الاهتزازات الصغيره بتحتوي على قصص قصيره نسبيا، وهي في نفس الوقت القصه نفسها مش ذات عمق نفسي بعيد يعني. فانا عجبتني جدا اللفته دي، ان هي العنوان ذا دلالات متعدده. جهه ثانيه من ملاحظاتي على كتابه حسام، انه عنده فعلا استعراض لمهاره القص. إذا كانوا يقولون إن لا يدرك الشوق إلا من يكابده، فإحنا معشر الكتاب إما أن نلجأ لقصة قصيرة جدا وخلاص، أنا بكتب قصة قصيرة صفحة في صفحة في صفحة وخلاص. لكن حسام عنده الاثنين، عنده قصة قصيرة جدا وعنده قصة طويلة وعنده قصة طويلة جدا، يعني فعلا عنده مهارة في السرد ما شاء الله تبارك الله عليه. ما أحسدش أنا. عند حسام المجموعة فيها، المجموعة ككل فيها المهارتين متوافقتين. لذلك قسم ال 27 قصه قصيره جدا، وعنده بعد كده 22 قصه طويله. والملاحظ ان في نفس القصص القصيره جدا في تنوع في الحالات، يعني انا بعتبر القصه القصيره جدا دي عباره عن ومضه او فلاش، فهو بس بيصطاد مشهد باقصر عدد ممكن من العبارات، لكن بطريقه تمكنك من الحاله. فهو في نفس القصص دي عنده سخريه، في سخريه زي قصص البطل السلام صباح عادي، في سخريه، في ملمح سخريه وببساطه يعني. وفي قصص فيها رومانسيه زي مثلا اكتشاف وفوز، في ناس مذاكره كويس. وفي قصص تحضر فيها الفانتازيا، لان حسام في المجموعه عنده الفانتازيا بشكل كبير جدا، زي بياض الورد. بالاضافه الى ده كله في عنده الموروث القصصي العربي، زي قصه سندريلا، القصه اللي فيها صلب سيدنا عيسى، قصة محاولة حرق سيدنا إبراهيم، طوفان سيدنا نوح اللي بنسميها الطوفان. الملاحظة المهمة إن البطل في كل هذه المواقف بيتخذ دور مهزوم ضعيف في جماعة تقريبا في المجموعة كلها، زي ما هو قال السواد اللي في القصة. ملحوظة ثالثة، إن عند حسام في تميز في اللغة بين الشعرية والفانتازيا والواقعية، يعني عنده بعض القصص الشعريه جدا جدا، ومع ذلك الغريب ان هو بيمزج الشعريه بالفانتازيا. انا لغايه دلوقتي مش عارف ازاي. قصه من القصص اللي عجبتني جدا اللي هي الوجوه التي بدت مالوفه اكثر من المعتاد، الوجوه التي بدت، القصه اصلا فانتازيه لكن كتابه بلغه شعريه جيده جدا. في كل كتابه للقصه تبدا القصه عند حسام وتتصاعد حتى نصل للنهايه. انا في اعتباري الاسلوب ده او الطريقه دي طريقه كلاسيكيه في الكتابه، اللي هو الاعتماد على النهايه التي تكون المفتاح او الكاشفه. لكن عند حسام عنده لعب بالتفاصيل مدهش الحقيقه، او انا بالنسبه لي امتعني، لان هو طول الوقت بيشدك للتفاصيل لا تمل، يعني انت مش بتبقى منتظر النهايه قد ما انت منتظر تشوف هو ايه هيقوله جديد في القصه. لا اريد ان اطيل عليكم، عشان طبعا انا جاي في الاخر، وعشان خاطر اشرف ومحمد انا برضو راهن على ان كتابه السرد عند حسام عاليه جدا، وانه وان كان معتد بالقصه القصيره فان مهارته السرديه تمكنه تماما من ان هو يكتب روايه. واعتقد ان هو يجب ان يعني اما ان يكون بدا في مسوده روايه او ان هو خلصها وبيضحك عليها. امر اخير، اشكر طبعا المصمم الغلاف عبد الرحمن حافظ، لان انا عايز اسال سؤال بقى، هو المفروض حد معرفه وخطا تمويل خطا في المطبعه كان فين؟ انا الاول غلاف يعمله عبد الرحمن حافظ فتقريبا لا، بس انا عارف ان هو عبد الرحمن حافظ حاتم حبيبي يعني مثلا ماضي اسمه ورا، بعدين النسق مش زي حاتم خالص، حاتم برضه رئيس طيب. انا عمال اقول ده مش طايق حاتم. فعلا المصمم عمل غلاف انا شايفه، رغم انه مش عاجب حسام،
لكن انا شفت زين عاجبني ان انا مش عاجبك مش عاجبك حسام مش عاجبك عملت مشاكل وصلات القديم هو كان يمكن اصلا على الارض بس مش عاجبه يومين غلاف من مدرسه الشريعه مش مشكله هو ضد كل الاغلبيه بقى يعني غلاف انه يعني مباشر جدا مقارنه بالاسم المجموعه اللي هو الرميات انا مش لا انا مش معجب يبدو مباشرة لكن هي الغلاف مش لحاق قد ما هو فيه قطار هو حاطط قطار بس القطار ده مش حد هيلحق بيه يعني انت لو بصيت على القطار هو جايب قطار لا يمكن لحاق بيه لو جريت شوية ما زي القصة لا بس هو لا هو بصراحة انا شايفه من اغلفة المميزة هو ده بهزان بتكلم على فكرة اللي هو المباشرة الربط بالعمارة في المانيا بس مش هنعمل الكتاب بعد كده غير غلاف خالص شكرا جزيلا حسام شكرا جزيلا انا الورقه دي عشان طبعا هنختتم الحفل والاحتفال النهارده بالاحوال والمواقف وهي من المجموعه القصصيه اللي رهنا حسام حسام انت قلت ان في عندك قصه 8 سطور 8 صح اذا في سطر والله 8 كلمات سطر انا سطر ما كتبتش يعني ما كتبت ان هي اجمل قصه في المجموعه شايف سبعة كلمات صح هو تعريف الكاتب هو اللي بيحبوني كان عندنا موجه هي اول قصه في الكتاب فرح دي تحديدا انا بعتز بيها يعني حطيتها في الصداره اسمها فرح هي صفحه وثلاث سطور يا محمد وانت تفتش عن اخر الكتب التي صدرت عند صديقك البائع العجوز الجالس دائما وحده على رصيف تلمحك فرح صديقتك القديمة الطيبة بعد فراق غزلته سنون عشر تمضي أمامك الآن في الشارع الطويل المؤدي لمحطة القطار وفي يدها كيس برتقال وحذاء أسمر جديد ينظر إليك في زهو من خلال كيسه البلاستيكي الشفاف وطفل صغير منكوش الشعر تبدو في رجله اليمنى بعض الجروح عينك تغالب دمعة ويدك تتحسس المحفظة القديمة المدخمة بصوركما معا ومع ذلك تبدو على حافة فرحة تخرج ولعتك التي أهدتها لك ذات يوم تدخن سيجارة وعودها ولا تتحمل رائحة الدخان الخائن هذه المرة تدوس بقدمك عليها ثم تركلها وتوليها ظهرك وقبل أن تعاود الاختباء في الكتب يصل لمسامعك صوت تعرف رائحته جيدا يرتب حروف اسمك بشكل لا تستطيع نسيانه لم تسمعه بهذه الطريقة من 10 سنين ويبدو أنك لم تعش من 10 سنين تقنع كل جسدك بالاتفاق طفلا تبدو وأنت تفتش بعينيك عن قطعة الشوكولاتة وعلى جبينك بعض العرق تلمحها وتلمح يدها وهي تقرص أذن الصغير مكررة اسمك وهي تظهره على شيء لم تعد تذكره الآن ثم تغيب معه بعد أن تصاعد صوت بكائك في طريق جانبي ضيق لم تكن تعلم أنه موجود فعلا في هذا المكان. عرفها محمد؟ بفرح ينتهي حفل توقيع اليوم نشكركم على الحضور ونتمنى مزيد من الفرح ونتمنى لكم جميعا أن تلحقوا بآخر عربة في القطار شكرا.